عسلامة، رجعتكم كالعادة فيديو جديد ودبارة جديدة. ودي دبارة متانا النهار الثامن. أول حاجة باش نعملوها باش نعملوها بعدنا لحمة تكليل، لحم مفور في الكسكاس بنين يعمل 66 كيف. ديجا الوصفة دي شاركتها معكم قبل في القناة، تو جست نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. بالنسبة لي اخذت لحم علوش البارتية دي كم تاع الساق، وتشوفوا في اللحم معناه كبير. بالنسبة لنا اللحم العلوش الحقيقة ديما يذبحوا العلوش الكبير، معناه ما يذبحوش عليه ليش صغار، هذاك علاش معناه اللحمة تشوفوا فيها كبيرة. توش نتعداو مع بعضنا للتفيح، هذاك الفاح متاع المشوي هو اللي باش نفوح به اللحم تاعي. حطيت زادة ملح بما انه الفاح متاع المشوي راني ما حطيتش فيه الملح، وباش ناخذ فص ثوم باش نقصوا شرائح صغار، راهو يبان اللحم على الاخر. تو هذيك كمية الثوم، تو باش نحط كمية باهية متاع زيت زيتونة ولا زيت نباتي المفيد للفاحات. كي تجيو باش تعملوهم معناه في حاجات كيما هكا، حاولوا باش تخلطوهم بالباهي بالزيت باش الفاح ما يبداش معناه ملبد في بلاصة برك. تو باش نخلط كل الفاحات هذوكم بالباهي. وبالنسبة للفاح متاع المشوي راني نحط فيه ملح، فلفل اكحل، فلفل احمر، ثوم بودر، كركم، كيلو زعتر وكمون، ونحط زادة شوية بالكل قرفة. ذوما هما لفاحات معناه اللي ما عندوش الوقت معناه ومش باش يشوف الفيديو، قلت لكم عليهم فيت في تو كيما تشوفوا. حطيت زادة مع لفاحات كليل كعب زادة يبان على الاخر. تو خديت طروف اللحم اللي عندي باش نشفهم بالباي بالبابيي هذاك نتاع الكوجينا، باش من بعد كيف نفوح اللحم تاعي ما يبداش مسيب برشا ماء. تو قال لي باش نحط كميه اللحم اللي عندي. بالنسبه ليا اللحم هذوما معناه زوز طروف كبار، وبالنسبه لينا راهو فضلوا منهم مع بقيه الدباره معناه شنو عملت معاهم اخرين راهو فضلت. كان في بالي معناه راني عملت معناه طرف بركه نتاع اللحم، ما عملتش زوز خاطر فضلوا الحقيقه، معناها واحدة كليناها والأخرى فضلت. تو كيما تشوفوا باش نفوح هاك اللحم تاعي بالباهي باللفاحات اللي قلت لكم عليهم، وباش نخليه حكاية نص ساعة كيكا يتشرب اللفاحات نتاعو. بالطبيعة اللي عنده الوقت يخليه نص ساعة، سينو اللي ما عندوش وقت تنجمو معناها تفوحوهم وديريكت تحطوهم في البابيي كويسون بابيي ألمنيوم وتحطوهم يتيبوا على رواحهم. هذا اللحم تاعي بعد ما فوحته، تو باش ناخذ اوراق نتاع كليل. كان عندكم زاده اوراق نتاع زعتر يبداو خضر زاده يبنوا على الاخر. وبالنسبه للحمه دي اسمها لحمه تكليل ولا لحم فور في الكسكاس، تجي برشا بالكليل راهو يبننها على الاخر، وتبدا هكا ريحه الكليل تبدا ياسر محلاه. بالنسبه لي خديت الكليل كما تشوفوا الورقه ديكا باش نحطها على اللحمه، وباش نحط اللحم تاعي من الاول على البابيي كويسون. نحاول باش نسكر اللحم تاعي معناه بالبابيي كويسون مشيرات الكل، وفي المرحلة دي قاعدة نحط في الكعبات متاع الثوم باش نحطهم معناه موزعين في الكعبتين متاع اللحم، معناه ما تبداش كعبة اللحم فيها برشا ثوم والأخرى لا. باش نسكر اللحمة متاعي بالطريقة ذيكا يلزم ما يدخل لهاش الهواء بالكل، ومن بعد نحط لها البابيي ألمنيوم. وتو قالي كي باش نطيب اللحم تاعي كيما تشوفوا هذاك بعد معناه ما سكرته بالبابيي ألمنيوم باش نحطهم يتيبوا في مقفول وكسكاس، والمقفول نتاعي عبيته بالماء يكون سخون، وباش نخليهم من ساعتين ونص لثلاثة سوايع. تو باش نحضروا مع بعضنا خبز مبسس نتاع رمضان، الخبز الازعر هذاك والا الخبز الاصفر. خديت 150 غرام فرينة عليه 150 غرام سميد، واحدة خميرة نتاع خبز، وخديت زادة 200 مليليتر ماء، حطيت عليه مغرفه صغيره حليب بودر. نجمو نتوما تستعملوا ولا تعملوا الخبز هذا بالحليب وحده بماء وحليب، ولا تعملوا بماء وحليب بودر زاد يجيكم مهشوش على الاخر. تو حطيت الخليط هذاك نتاع الماء والحليب بودر، حطيت عليهم زيت زيتونه، بالنسبه ليا وليت نعمل بالعين. وباش نحط كمية السميد، الفارينة، الكركم، وباش نقعد نعجن فيهم بالباهي. على فكرة بالنسبة للخبز هذايا حبيت هكا نعجنو وحدي، أولا كونتيتي صغيرة معناه مش باش نقعد نخدم كيما نقولو في العجينة على كونتيتي صغيرة، وزيد نحب معناه ساعات معناه نعمل بيديا وإلا نعجن بيديا. بالنسبة ليا كي يبدا الطقس سخون الخميرة ما نحطش معاها سكر والا عسل، ديما نحاول اني باش نخلي الخميرة معناها تتفاعل بالماء كهو. وتو كيما تشوفوا العجينة نتاعي ما بقالي كان باش نحط لها كمية الملح، وباش نزيدها دوب شوية ماء على خاطر حسيتها كلي كاسحة شوية ماهيش كلي كيما نحب عليها بالضبط. العجينة نتاعي قعدت نخدم فيها حكاية 10 دقايق كيكة بالضبط، حتى بين تحصلوا على قوام تاع العجينة معناها تكون متماسكة ما تتلصقش في اليد، وفي نفس الوقت تكون طرية. تو باش نحضروا مع بعضنا شوربة، باش نعمل شوربة لسان عصفور بالحوت. خديت طنجرة نتاعي حطيت فيها كمية باهية متاع زيت نباتي، قصيت زادة بصلة صغيرة، عملت ليشالوت نوع متاع بصل اسمه ليشالوت هذايا،
قسيت البصلة نتاعي جويدة، وباش نقص معاهم فص ثوم. بالنسبة للثوم ديما في الشوربة نحب نقصه بسكينة يبدأ أبان. وتو كيما تشوفوا خليت البصل والثوم دوما تقليو هكا شوية. تو مقلي كي باش نحط كمية طماطم معجونة، حطيت مغرفة كبيرة ماهيش مكومة، نقولوا احنا مغرفة ممسوحة معناها طماطم معجونة، وديريكت باش نمرق بالكمية باش نفوح بالفاحات. حطيت ملح، كركم، مغرفة صغيرة معناها من كل حاجة، مغرفة صغيرة ثوم بودر، فلفل أحمر، حطيت زادة فلفل أكحل وفلفل أحمر ظهر لي شوية، وليت زدت مغرفة أخرى صغيرة باش من بعد الشوربة تجيني حمرة، ما تبداش هكا اللي اللون نتاعها معناها يبدا فاتح. تو مقلي كي باش نمرق بالكمية الكافية نتاع الماء، وباش نفوح الشوربة نتاعي بالفاحات اللي ديما نستعملهم، هذاكا فاح خاص بالسوب. حطيت زادة سيبولات، وباش نحط زادة كلافس شايح، سينو تنجمو نتوما تستعملوا الكلافس الفريشك. بالطبيعة في تونس الكلافس يبدا يبيعوها معناها بالحزمة، تبدا خضرة ذاك يبدا بنين على الاخر. بالنسبة لنا الكلافس يبدا فيها كل العواد هذوكم يبداو خشين، الحقيقة ما يعجبنيش، معناها ديما نحب الكلافس الشايح يجيني ابن. طيب باش نحط كمية الحوت اللي عندي، بالنسبة للحوت هذاك حوت ابيض قسيته هكا دي مغصو صغار، وباش نخليه يطيب بالباهي. بالنسبة للحوت هذاك نقولوا احنا ياخو وقته في التطيب حكاية 10 دقائق ويكون حاضر. وبالطبيعة باش نمرق بالكمية الباهية، كمية باهية معناها متاع ماء، نقرا حساب من بعد باش نحط الشربة. ومع الدبارة نتاعي اخترت باش نعمل كعبة بريك دانوني، كما تشوفوا جبتهم قبل بنص ساعة من الكونجيلاتور، وما بقى لي البريك باش نحطوه في الفور. تنجموا تقليوه ولا تنجموا تعملوه في الفور. حبيت المرة دي معناها نطيبه في الفور جوست 20 دقيقة على 180 درجة ويكون حاضر. تو في نفس الوقت تعدوا 10 دقائق باش نحط الشربة نتاعي. كما تشوفوا بالنسبة للشربة ماهيش واضحت لي معناها في المغرفة ذيكا، باش نزيد شطر كاس. وبالنسبة للكاس هذاك كاس صغير معناه ماهوش ولا ماهيش كونتيتي كبيرة متاع شربة. نخلي الشربة نتاعي تطيب في عقلها. وتوش نتعدى مع بعضنا الخبز. بالنسبة للخبز كيما تشوفوا فيه خمر في راحته، خليته بالضبط نص ساعة ديجا حالة الغاز، وحطيت الصحفة ذيكا بجنب الغاز باش الباخ معناه متاع اللحم المفور معناه يوصل ويسخن العجينة متاعنا. كيما تشوفوا هذيك العجينه نحيت لها بالباهي لهوي. وبالنسبه لي باش نعمل خبزات تاع رمضان اللي يكونوا ورده، خبزات حاصلهم بسين يبداو ياسر محلاهم. تو تعداو 20 دقيقه هذاك البريك الدانوني نتاعي ساهي حضر، شويه فارس حاصلو خرجت لي من جنباته، ما سينو مش مشكل معناه جاي بنين على الاخر. تو نحضروا مع بعضنا جوست 3 خبزات متوسطين، ماهمش كبار على الاخر ماهمش صغار برشا. وبالنسبه للطريقه نتاع تشكيل الخبز نخليها لكم في رابط في صندوق الوصف، جوست معناها سرعت لكم في الفيديو باش الفيديو ما يكونش طويل عليكم. حاسلو هذيك الورده الاولى عملتها، من بعد كيف عملت الوردات الاخرين اللي تكون على شكل ذفيره ظهروا لي ازين. الورده الاولى هذيك اللي عملتها باش نولي نحيها وباش نعملها على شكل ذفيره. حاسلو السيكونس هذيا سرعت لكم برشا باش ما نطولش عليكم برشا الفيديو. هذا الخبز نتاعي بعد ما كملت شكلت وحسيلو خبزات هكا على شكل ورده ياسر محلاهم. تم قلي كي باش ندهنهم بشويه ماء، ماء عادي من السباله، وباش نرش عليهم جلجلان سينوج. بالطبيعه نتوما تنجموا تعملوا زادة فاح نتاع خبز، تعملوا الحاجه المتوفره عندكم واللي تحبوا عليها. الخبز نتاعي باش ندخلو على فرن مسخن من قبل على 230 درجه، نار الفوقانيه واللوطانيه، باش نخليه بالضبط 20 دقيقه حتى لين يخولي لون مزيان. تو باش نتعداو مع بعضنا باش نحضروا سلطه خضراء. بالنسبه للبرديه معناها كيما نقولوا احنا بريسك شايحه، معناها اللحم فور. نحب معناها نرافقها هكا بسلطه خضراء. عندي زاده سلطه مشويه من بعد باش نجبدها، بلوتو جبتها من الصباح من الكونجيلاتور جست من بعد باش نحطها معناها في صحن وباش نزينها. وبالنسبه للسلطه الخضراء عندي كعبه ليتو، بتبيع غسلتها بالبي بالماء قسيتها، ماهيش خشينه برشا وماهيش جويده. وباش نعمل سلطه نتاعي باش نحط فيها بصل، خيار، طماطم صغيره ديكا طومات سوغيس، والسلطه نتاعنا تكون حاضره جست ما بقى لي كي باش نفوحها. رشه باهيه ملح، رشه باهيه فلفل اكحل، وزيت زيتونه. السلطه نتاعنا حاضره، مبقالي كي باش نحركها بالبي باش نخليها في طبق التقديم، ومن بعد باش نوريكم الطاوله نتاعنا كيفاش زينتها. في الاثناء راهو بالنسبه للحم المفور خليته بالضبط ساعتين ونص باش تابلي بالبي، على خاطر تروف اللحم اللي عندي كبار معناها خذوا وقتهم بالباهي، اما سينو جاو طايبين زبده في حقهم. هذا الخبز نتاعي زاد احضر كيما تشوفوا فيه ما شاء الله، معناه لونه هكا مزيان. حبيت نوريكم هكا الخبز عن قريب باش تشوفوا معناه الشكل نتاعو كيفاش.
ما شاء الله جات برا في حقها بنينة طعم 66 كيف. باش نوريكم الدولة كيفاش زينتها. ذاك الخبز نتاعنا حطيته في بانيي، عندي سلطة مشوية كما قلت لكم مديتها من بكري معناها في الكونجيلاتور، حطيت معها زيدة هريسة حمراء باش نعديو بها اللحم المفور. السلطة ما بقى لي كي باش نزيدها شوية زيتون، وبالطبيعة ما نسويش البريك الدانوني زادة اللي حضرته معاكم كما تشوفوا فيه، برد هكا شوية ماهوش سخون على الاخر. وديك الشوربة متاع الحوت حطيتها في الصحفة ديكا، وديك اللحم حسيلو بالحق حاجة طعم 66 كيف. شان كون فيتكم لو بإفادة بسيطة، طعم قليكي بشغلكم بسلامة، في أمان الله وشاية طيبة.